أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقائنا مع طبقنا الحلو الثاني. حنعمل فطائر التفاح المقلية. فطائر التفاح المقلية: مقادير العجينة 2 كوب دقيق، نصف كوب زبدة، نصف كوب ماء دافئ، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة صغيرة ملح. الحشو: 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 حبة كبيرة تفاح مقشر مقطع ناعم، 2 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة نشا، ملعقة صغيرة قرفة، وللتغطية كوب من السكر الناعم جدا مضاف إليه بعض القرفة، وللقلي زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، الفطاير اللي حنعملها اليوم أنا يعني شبه متأكد إنكم حتنبسطوا كتير من الوصفة. العجينة نفسها سهلة، الحشوة نفسها سهلة، ونفس الفطاير هذه يمكن بالكتير حتاخذ منكم خلينا نقول شي ثلث ساعة بتتناولوها بلحظتها يعني، وهي سخنة وفريش. الموضوع كتير لطيف. أنا عندي هون 2 تفاح، يعني هدول المقدارين تفاحتين، قشرت تفاح قطعته إلى مكعبات صغيرة. كل ما كان صغير كل ما كان سهل يدوب، ويكون هذا طبعا عندي الحشوة. الحشوة هذه عندي أساسي التفاح، إذا حبيتوا أي إضافات أخرى ممكن تضيفوا جوز، ممكن تضيفوا هيل إذا حبيتوا كمطيبات، ممكن تحطوا جوزة الطيب إذا بتحبوا تستعملوها. احنا حنحط قرفة، ممكن تحطوا زنجبيل، ممكن تحطوا زبيب، أي إضافات زيادة على حسب رغبتكم، ولكن هي أصلا أساس عنا التفاح. هخلي التفاح جنبي وأبتدي أجهز الكسرولة. أنا هحتاج حوالي ملعقة كبيرة من الزبدة، هحطها هيك في كسرولة ستانلس، وحوالي ملعقتين من السكر. هذا طبعا كتحلاية للحشوة، مش أساسي عندي، ممكن تستغنوا عنه، أو إذا حبيتوا تحطوا شوية عسل بمشي الحال. هحط نشا، ملعقة كبيرة من النشا، وححط التفاح. هذا كل ما في الموضوع. حسيب هالخليط هيك على نار هادية لغاية ما التفاح تطلع ميته على الآخر، ويصير عندي هيك زي البوريه، مش بوريه قوي مطحون، ولكن بيبقى تفاح هيك مهروس شوي. ممكن إذا حبينا رشة صغيرة من القرفة، أو بعد هيك أضيفها على حسب ما بتحبوا. يبقى حسيبه هيك على نار هادية مع التقليب من وقت لوقت. طبعا تنسوش، عشان أنا حاطة في نشا فبهمني جدا أنه طبعا المكونات تختلط كويس. نبتدي هلأ نجهز شيئين في نفس الوقت. الشيء الأول أني أنا بدي أجهز خليط التغطية اللي بالآخر. هحتاج سكر، وعايز أستعرض معكم هذا النوع من السكر اللي بنسميه الكاستر شوجر، اللي هو سكر يعني أنتم بتتذكروا لما دائما أنا بقول في الوصفات سكر ناعم الحبيبات. هذا يعتبر ناعم أنعم من الناعم، يعني في إحنا عندنا سكر خشن، في عندنا سكر ناعم، في عندنا سكر ناعم جدا، وفي عندنا البودرة اللي هو المطحون بيبقى هيك. هذا لاحظوا كيف القوام تاعه، إن شاء الله يبقى هيك في الكاميرا معكم واضح، يعني مش بودرة ولكن ناعم جدا. هذا إذا بدي أغطي فيه الدونات، أغطي فيه الفطاير، بيبقى لطيف، ما بيقرمش تحت اللسان، يعني أسنانك ما بتنزعجوا وإنتوا بتكلوا لأنه على طول بدوب. وطبعا اسمه إذا حبيتوا تشتروه من السوق يطلق عليه اسم الكاستر شوجر. والكاستر شوجر مش المقصود فيه سكر الكاستر، خلوا بالكم، لا، يعني مش الكاستر اللي هم نعمل فيه المهلبية. ناس كتير بتلخبطوا بين الاسمين، أرجوكم تنتبهوا لها الموضوع. هلأ على الكاستر شوجر أو السكر ناعم جدا، حضيف القرفة، حوالي هيك رشة خفيفة من القرفة، كترتوا قللتوا على حسب ما بتحبوا. هخلي هالخليط هذا جنبي، والتفاح احنا خلصنا منه، ونبتدي هلأ نجهز العجينة. العجينة بسيطة جدا، ما بتاخد منا أبدا أي مجهود. في محضرة الطعام هحط الطحين، وحط الزبدة. الزبدة تبقى متلجة عندي شوي، إذا كانت متلجة بتعطيني نتيجة أفضل. وححتاج مقدار البيكنج باودر والملح. إذا هلأ حبيتوا في هذه المكونات اللي أنا عم بحطها هلأ تحطوا برضو الهيل، حبيتوا تحطوا قرفة حتى في داخل العجينة بمشي الحال. في ناس بيحبوا يعني يزودوا شوي بعض التيست، ما فيش عندنا مشكلة. هبتدي هلأ أشغل
على سرعة بطيئة لغاية ما يتفتت عندي الزبدة مع الطحين. حوقف شوي، أنا شايف إنه أصبح متفتت زي ما أنا بدي. هلأ من الفتحة هذه بنسميها فتحة التغذية دائما أو فيدينج تيوب، نقدر نضيف السوائل، وأنا مشغلة المحضرة على سرعة بطيئة. هلا بشغل على سرعه متوسطه شوي لغايه ما تتكون عندي العجينه. وهيك تعتبر العجينه اصبحت عندي جاهزه. حبيت اشتغل فيها هلا، حبيت احطها بالثلاجه ترتاح، ما فيش مشكله عندي. ولكن انا لا، خليني ارجع اعيد ملاحظه تكون واضحه عندكم. أنا ممكن أشتغل فيها هلأ، ولكن إذا حبيت تجهيز مسبق أحطها بالتلاجة. يعني مش قصدي لازم تحطوها في التلاجة، ممكن على طول، إحنا قلنا عايزين نستمتع بهالفطيرة على طول. هحتاج رشة من الطحين، وعلى الكاونتر عندي على طول بقدر أجهز العجينة. هحتاج رشة، وأنا عندي هون طبعا التفاح تدايلين شوي، طبعا ما بقدر أستعمله هلأ، لسه يعتبر ني، أو يعني ما طريش بالدرجة اللي أنا بدي إياها. أنا عندي هون تفاح اوريدي جاهز، بس بدي أورجيكم كيف بيبقى الفرق بين الاثنين. يعني هذا بدي أضلني أطبخه لغاية ما يصير عندي بالقوام هذا مهروس، وهذا طبعا عشان عليه قرفة بتحسوا اللون غامق شوي. هخلي التفاح جنبي، هحتاج ممكن شوكة صغيرة هخليها برضو جنبي. هنحتاج ناخد قطعة البيتزا هتساعدنا في التقطيع. نجهز كل المكونات عايزينها. هنحتاج رولينج بين او نشابه هنخليها برضو جنبنا، وححتاج هيك طبق صغنطوط فيه قطرات من المي، او ممكن نحط شويه مي في الكاسه هذه شوي. هذه المكونات كلها، كل ما احنا رتبنا شغلنا وكل ما خططنا حركتنا هنبقى مرتاحين واحنا بنشتغل، عشان فعلا تبقى لحظتنا في المطبخ او وقفتنا ممتعه ولطيفه. هخلي المي جنبي واخذ هلا العجينه. مش ضروري اخذ كل المقدار مره واحده، ممكن اخذ نص الكميه، يعني يمكن هيك المقدار معقول. اجمعها هيك على شكل قرص. انا حاطه هون طحين اذا بتتذكروا، خليني اطفي النار. رشه خفيفه برضه من الطحين. بنرجع بنقول هالملاحظه الثانيه، اذا حبيتوا تحطوا العجينه بالثلاجه قبل تجهيز مسبق ما في مشكله، حبيتوا تشتغلوا فيها على طول ما فيش ابدا عندنا اي مشكله. حبتدي افرد العجينه الى مستطيل، مش شرط تتقيد كثير بالمقاس. انا هيك هحتاج اني اقطعها الى مستطيلات، بس رشة خفيفة من الطحين ما بين كل مرة والتانية، بس ما نكتر عشان ما تنشف معنا العجينة كتير. هحاول افردها رقيقة كتير قد ما بقدر. كل ما كانت رقيقة كل ما كانت عندي طبعا افضل. ان شاء الله تكون واضحة عندكم. هلأ ببتدي اخذ بالسكين او قطعة البيتزا، بتسهل كتير علينا الشغل. مثلا انا بدي مربعات يمكن بهذا المقاس معقول، هاخذ هذا الجزء. بدي يعني لو اخذنا هاي وتنيناها هيك، يعني ممكن نقطع لهون. فيكم تعملوها صغيره كبيره على حسب ما بتحبوا. هالقطعة الإضافة اللي بتطلع عندي البواقي بنسميها، لا أخذتوا بالكم كيف أنا باخدها، بحطها فوق بعضها. وأرجو إنكم ما تهملوا هالملاحظات، أنا بحاول أعملها قدامكم بالضبط زي ما أنا بشتغل عشان فعلا تكونوا دقيقين في شغلكم. هاي طبعا مش هتنفعني إلا إذا ممكن أفردها إذا حبينا شوي وأستفيد منها كقطعة رابعة، ما في مشكلة كتير معقولة. هالبواقي هاي لو سمحتوا بنحطها بالشكل هذا، وبرجع بضغط عليها بايدي بالطريقه هاي وافردها تاني واستعملها مره تانيه. هخلي هلا البواقي على جنب، وخلصنا من النشابه وخلصنا. هنحتاج شويه مي، وممكن باصبعي الصغير هيك قطرات بسيطه من المي او فرشه، ما في مشكله عندي، اللي سهل متوفر عندكم. هاخذ شوي من الحشوه بحطها بالشكل هذا.
ما نكتر أرجوكم عشان الحشوة هاي مركزة زي ما شفتوا كمية التفاح طعمها كتير مركز لأنها كانت كتير وقلت فما تخافوا حتعطيكم طعم كتير لطيف يعني وتحسوا بطعم الفطاير رائع يعني. وهلأ خطوتنا التالية اللي هي إنه نتني هالفطاير على بعضها بالطريقة هاي. ببتدي شوي شوي بالشوكة طبعا أنا ممكن هلأ هذه الأطراف حيكون أتخلص شوي منها عشان تلزق العجينة مع بعضها. وزي ما بقولكم حسب المقاس اللي بدكم اياه عايزين كبيرة صغيرة بتقدروا تعملوها على حسب رغبتكم. البواقي زي ما اتفقنا بنرجع ما نعجنها نلمها على بعض. وبالشوكة أبتدي أعمل هيك زخرفة خفيفة هي طبعا تعطيني زخرفة وبنفس الوقت هي أكثر لصق للعجينة أكثر من إنها زخرفة فقط يعني أنا بتأكد إنه العجينة انقفلت أطرافها كويس بهالطريقة هاي. عندي هون زيت ذرة غزير طبعا ببتدي أحط الفطاير. نحاول ما نملاش القلاية كليتها كمية كبيرة عشان يكون سهل علينا إنه إحنا نقلبهم. وزي ما اتفقنا إحنا محضرين خليط السكر مع القرفة على طول باخد من الزيت وبحطهم في خليط السكر عشان ياخدوا لون لطيف. بس خليني احرك شوي هالخليط هذا هيك في بعضه. الفطاير اخذت اللون الذهبي اللطيف على طول بحطها في خليط السكر والقرفة و أحاول أقدمها سخنة بس مش سخنة كتير خلوا بالكم لأنها بتبقى طبعا حارة في الداخل. ونشوف مع بعض طريقة التقديم. أعزائي المشاهدين الفطاير التفاح المقلية زي ما عم بتشوفوا شكلها طبعا زي ما شفت قبل شوي أنا ممكن أعملها طويلة صغيرة ميني إذا حبيتوا على حسب ما بتحبوا. إذا عريضة شوي برضو بيبقى شكلها لطيف. ما فيش عنا قيود بالنسبة للمقاس. هلا انا عم بغطسها بالسكر مع القرفه وكل ما كانت طبعا دافيه كل ما تشربت بالقرفه والسكر بشكل لطيف جدا واخذت طعم رائع. بس خلوا بالكم زي ما اتفقنا احنا عم نستعمل الكاستر شوجر اللي هو السكر الناعم شوي يعني الخشن حيزعجكم في الاكل. يبقى عندنا هالفطاير جاهزه ان شاء الله تكون عجبتكم. هرش عليها رشه بس خفيفه من القرفة وتستمتعوا فيها. لتجهيز الحشو حطينا في كاسرولة التفاح المقطع مكعبات صغيرة النشا السكر القرفة وقليل من الماء وحطيناه على النار لغاية ما أصبح لين. خلطنا مكونات العجينة مع بعضها فردناها وقطعناها إلى مستطيلات وحطينا الحشوة قفلناها وقليناها وبعد هيك حطيناها في خليط من السكر والقرفة. فطائر التفاح المقلية. مقادير العجينة 2 كوب دقيق نصف كوب زبدة نصف كوب ماء دافئ ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة صغيرة ملح. الحشو 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 حبة كبيرة تفاح مقشر مقطع ناعم 2 ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة قرفة وللتغطية كوب من السكر الناعم جدا مضاف إليه بعض القرفة وللقلي زيت ذره.